شبح الكوليرا يخيم من جديد على اليمن مع تحذيرات من تسارع تفشي المرض مرة أخرى بحسب منظمة الصحة العالمية. بيانات المنظمة أشارت إلى أنه يتم حاليا الإبلاغ عن 10,000 حالة اشتباه إصابة بالكوليرا أسبوعيا، بما يزيد بواقع الضعف عن متوسط معدل الإصابة في أول 8 أشهر من العام، عندما تم تسجيل 154,000 حالة إصابة مع وفاة نحو 200 شخص. ومنذ ظهور وباء الكوليرا في اليمن في أبريل من عام 2017 تم الإبلاغ عن 1,200,000 حالة اشتباه للإصابة بالمرض مع وفاة أكثر من 2,500 شخص معظمهم من الأطفال. المواطنون يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها، لكن في الحقيقة هو سباق ضد الزمن. أسر بأكملها ومجتمعات في المناطق النائية مريضة وضعيفة، وبسبب الاقتصاد المنهار كثير منهم لا يستطيعون حتى تحمل كلفة نقل أبنائهم للمستشفى. لا بد من وقف الحرب. وبحسب بيانات رسمية فإن أكثر من 14 مليون شخص بحاجة للمياه في اليمن، بينما هناك أكثر من 2.5 مليون لا تصلهم المياه النظيفة، كما يعاني نحو 1,800,000 طفل من سوء التغذية، ما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض، فضلا عن ما يقرب من 400,000 شخص حياتهم معرضة للخطر بسبب سوء التغذية الحاد.